مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بين قوسين. في وقت قياسي شهد الوطن هجرة غير مسبوقة للعديد من الكفاءات والمبدعين في مختلف التخصصات، وأصاب الشلل جل بل كل الكيانات والمؤسسات الأدبية والإبداعية إلا ما بات مدعوما من قوى الانقلاب أو محسوبا عليها. دفعت ظروف الانقلاب الآلاف للنزوح القسري داخل الوطن إلى المناطق المحررة، بينما اختار البعض الهجرة إلى الخارج. فئة الفنانين والمبدعين ومنتسبي الوسط الأدبي لم تكن استثناء بعد توقف أغلب الجهات والمؤسسات المعنية بالأدب والثقافة والفنون، وتعرض بعضها للاعتداء والاقتحام والمضايقات، وأضحى المبدع مهموما بحاجاته للأمن والمعيشة عوضا عن اهتمامه بالإبداع والإنتاج الفني والأدبي. في ظل الظروف الراهنة يتساءل البعض عن واقع الفن والإبداع في ظل الظروف الراهنة، وما البدائل المعيشية التي توفرت لهذه الشريحة. عن هذا وغيره في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا الأستاذ عبد الله باكدادة مدير مكتب الثقافة في محافظة عدن، سيكون معنا أيضا الفنان القدير محمد الأضرعي، وكذلك سيكون معنا من صنعاء الدكتورة نادية الكوكباني أكاديمية وروائية، وسيكون معنا أيضا من عدن الممثل هاشم السيد، على أن ينضم إلينا أيضا الفنان وعازف العود محمد الهاجري. لكن قبل البدء في هذه الحلقة فاصل قصير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتورة نادية الكوكباني. دكتورة نادية مساء الخير وكل عام وأنت بألف صحة وعافية. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بك دكتورة. ربما لو وضعتنا بصورة عن واقع الواقع الأدبي والفني في اليمن في ظل الأزمة، في ظل إسقاط الدولة من قبل الميليشيا، تفضلي. شكرا جزيلا أولا على الاستضافة. أهلا وسهلا. وثانيا الاهتمام بالشأن الثقافي بشكل عام في اليمن لم يكن في يوم من الأيام مشروع دولة، نعم، حتى نتحسر عليه في هذه الفترة. فبالتالي في النظام السابق لم يكن هناك رؤية من الدولة ثقافية للنهوض بالشأن الثقافي الأدبي المسرحي الغنائي، لذلك نجد كلما تراثنا تسرب من بين أيدينا كما يتسرب الماء، نعم، من اليد، نعم. فما بالك في هذه الظروف الصعبة التي يعاني فيها المواطن من أساسيات، نعم، للحياة معدومة، فكيف نطلب منه أن يكون منتجا على المستوى الأدبي أو أن يفكر أو أن يبدع؟ نعم. ومع ذلك أستطيع القول بأنه هناك مقاومة، هناك رفض للواقع بشتى الطرق. أشكال هذه المقاومة دكتورة، نعم، أشكال هذه المقاومة التي تحدثنا عليها. نعم، هناك طبعا من الأدب عموما يحتاج إلى مناخ من الحرية، فهناك من اختار الخروج من البلد والتعبير عن رأيه وعن كتاباته في ما سواء فيما يحدث او في مشروعه الخاص، نعم، الادبي خارج الوطن، وهذا انا ايضا اعتبرها مقاومه. وهناك من انكفى على نفسه في بيته وانعزل وحاول ان ينتج او ان يجعل من مشروعه الخاص خلاصا له مما يحدث في هذه، نعم، البلاد، وانتج رغم هذه الظروف. ويمكن نعدد بعض الأسماء التي أنتجت رواية ومجاميع قصصية. نعم. هناك أيضا مقاومة من الأدباء بالذات نادي قصة اليمنية إلمقة، الذي لم يتوقف عن فعالياته الأسبوعية في عز الضرب وفي عز القصف وفي عز الدمار وفي عز الحرب. نعم. دكتورة ربما ربما هذا النوع من المقاومة كما تحدثت دكتورة بأنه يعني الفنانون والمبدعون والأدباء حاولوا يقولوا نحن لازلنا موجودين رغم كل ما هو محيط ورغم الأزمة ورغم الحرب. لكن لو تحدثنا يعني بصورة أدق وصورة أكثر وضوح، هل يعني لازال هناك للأدب والفن دور في
يعني المساهمة في استعادة الدولة، المساهمة في مساندة الشرعية، المساهمة في الحفاظ على الوطن بأي شكل من الأشكال يعني في الداخل. ربما في هذه الظروف لا أجد للأدب ذلك التأثير الكبير، لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص والحرب في هذه الأيام، وإن حدثت مقاومة بالحرية الكتابة. نعم. يعتقل الصحفيون كما تعرف. نعم. فبالتالي هناك من فضل أن لا يكون طرفا في هذا النزاع وانزوى على نفسه، ومن آثر ومن فضل أن يكتب حبس بين ال نعم. بين ال في السجن. نعم. فبالتالي لا يوجد مناخ للتعبير بشكل حر، وأيضا لم يتم فهم ما يتم تناوله على أنها أداة للتغيير، أداة للتعديل، أداة للبناء. لم نعم. يتم حتى فهم كتابة من حاولوا أن يكتبوا على أنها نوع من المقاومة لصالح الوطن بطريقة أو بأخرى. فبالتالي نعم. لابد أن تنحسر هذه الأقلام إذا كانت هذه هي النتيجة. نعم دكتورة، ربما كان الفنانون والأدباء من أكثر الشرائح التي تعزز القيمة الوطنية، تعزز الانتماء للوطن، تعزز يعني روح المحبة، سواء عن طريق الروايات، عن طريق الشعر، عن طريق التمثيل، عن طريق كل الوسائل الممكنة والمتاحة لهم. في هذا الظرف يعني لم يبقى مثلا في الداخل أي نوع من هذه الأنواع التي تعزز الروح الوطنية، اختفت تماما؟ ربما هناك كما أشرت نوعان، نوع حاول أن يقاوم بطريقته بالتعبير عن الوطنية البحتة، الولاء نعم. للوطن وليس لطرف معين، قيمة الدولة في وجودها كأساس مهم لبناء الأوطان. نعم. فتم فهمه بطريقة الخاطئة. وهناك من يعزز القيمة الوطنية على أنها ولاء لجماعة معينة أو لمن يحكمون أو لحكومة الأمر الواقع أو سلطة الأمر الواقع كما نسميها حاليا في صنعاء. نعم. وهذه أنا لا أعتبرها قيمة وطنية. جميعنا يرفض كل أشكال العنف التي تمارس على الوطن، لكن أيضا هذا لا يدعو إلى تخوين كل من هو خارج أو تخوين كل من نعم. كان له رأي مخالف نعم. لرأيي أو نزع وطنيته منه بهذا الشكل المسيء. نعم دكتورة، النوعان موجودان في الداخل. نعم دكتورة، تكرمي بالبقاء معنا. نشرك معنا في الحديث الأستاذ عبد الله باكدادة عبر السكايب من الرياض. أستاذ عبد الله مساء الخير، كل عام وأنت بصحة وعافية. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. وانت بصحه وسلامه. استاذ عبد الله، ربما الدكتوره كانت معنا قبل وهي الان معنا ايضا على الهواء، وضعت بعض يعني تحدثنا سويا عن واقع الادب والفن في الداخل بعد سقوط الدوله وسيطره الميليشيا. لم يعد هناك اي صوت ربما من بعض التحركات الفرديه من الاشخاص الذين يقولون نحن لازلنا موجودين عبر بعض الكتابات او بعض الانشطه الخفيفه. إذن هذا التجريف الكبير من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع بعد إسقاط الدولة للأدب والفن، كيف سينعكس على مستقبل الوطن، على هذه الشريحة على وجه التحديد؟ هو حقيقة لا نستطيع أن نستغني نهائيا عن دور المثقف، دور الأديب، دور المبدع في أي مرحلة من المراحل التي يمر بها الوطن. فما بالك ونحن في منعطف خطير ومهم تتضارب فيه أفكار مختلفة، ولربما ظهر أمامنا نوع جديد من الثقافة تمثلت في ثقافة التطرف، وهذا كان نتاج طبيعي لغياب الدور للمثقف والمبدع والأديب في هذه المرحلة، والذي كان من شأنه أن يخلق حالة من نعم. التوازن على مستوى المجتمع. نعم. تاريخيا عندما ندرس يعني تاريخ اليمن نجد ان اكثر الطلائع التي ارتبطت بالثوره على مر المراحل السابقه كان للاديب وللشاعر وللمثقف دور كبير جدا في هذه الثورات، وكانت كل الثورات التي سبقت لها ادبياتها ولها ثقافتها ولها رموزها التي استطاعت أن تؤثر على العامة على مستوى المجتمع. لربما
هذا الدور نراه غائبا في الوقت الراهن. نعم. ولكن في تقديري الشخصي أنا لا أعتبره غائبا من حيث كونه ثقافة وكونه إبداع وكونه فكر، ولكن في تقديري الشخصي أن الغياب هو غياب إعلامي لا أكثر. نعم. ولا ربما الاستيلاء على مؤسسات الدولة في صنعاء يعني جنب كثير من الفعاليات الثقافية والإبداعية. نعم. أن تؤدي دورها بالشكل الأمثل، وهو دور مطلوب، ولكن لا يمكن أن تكون هناك نتاجات في الوقت الراهن. نعم. طيب. هي حبيسة الأدراج لدى المبدعين ولدى المثقفين. نعم. ولدى الفنانين بشكل عام. أنا لا. نعم. أتصور أن هذه الحرب التي دارت في مناطق مختلفة لم يستطع الفنان التشكيلي أن يرسم لوحته، ولم يستطع الشاعر أن يكتب قصيدته، وما زال الأديب والروائي يوثق لمرحلة قادمة يشخص فيها كل تفاصيل الحياة. نعم. التي مرت خلال هذا الظرف. نعم. التاريخي الخطير. طيب أستاذ عبد الله، نعم، هل نستطيع القول بأن الانقلابيين أستاذ عبد الله نجحوا إلى حد ما في يعني إحداث انقسام داخل الوسط الفني والأدبي؟ بمعنى آخر يعني هناك من يعني يؤيد ميليشيا الحوثي والرئيس المغرب، وهناك من انضم إلى صف الشرعية، ألا هو يعني ألا يكون الأجدر بهذه الشريحة في المجتمع أن تكون منحازة فقط للوطن وفقط؟ هو ما في شك الاستيلاء على مؤسسات الدولة هو استيلاء على روح العمل الثقافي والإبداعي. هناك أسلوبين مورسا على أرض الواقع، أسلوب الترهيب وأسلوب الترغيب. وجدنا أصوات انبرت تبنت الفكر الحوثيين، وتبنت يعني فكر صالح أيضا في إطار العاصمة التي تم على استيلاء مؤسسات الدولة فيها بما فيها المؤسسة الثقافية التي أصبحت مجردة من محتواها حقيقة في صنعاء. ونحن نعرف دور صنعاء التاريخي يعني على مر الفترات التي مضت. نعم. هناك أسلوب من الترهيب لربما يعني لمسناه أكثر في إطار الإعلاميين، وما زال كثير من الأسماء الإعلامية اليوم ما زالت معتقلة في الوقت الذي افتقدنا أسماء كبيرة وهي كلها مرصودة حقيقة. نعم. هذين العاملين أثر تأثير بالغ على دور المثقف والمبدع الذي وجد نفسه محاصرا ليس على المستوى الإعلامي، ولكن على مستوى الإرهاب الفكري في ظل. نعم. هذه الفوضى العارمة في ظل. طيب. غياب القانون، في ظل غياب. نعم. النظام، في ظل غياب أيضا احترام ذات الإنسان. نعم. أستاذ عبد الله، نعم، نقاط جميلة فعلا، نقاط جميلة ذكرتها. سنشرك معنا في الحديث من عدن الفنان هاشم السيد لنطلع على يعني وجهة نظر الفنان هاشم السيد من عدن. أستاذ هاشم مساء الخير، كل عام وأنت بصحة وعافية. أهلا وسهلا بك أستاذ هاشم. ربما هناك يعني كانت الدكتورة يعني تتكلم في صنعاء هناك مشاكل، الأستاذ عبد الله بكذا أصبح الآن خارج الوطن، الكثير يشتكي من وضع الفنانين والمبدعين في الداخل. الآن عدن أصبحت محررة، هل بدأتم تمارسون أعمالكم الأدبية والفنية بشكل اعتيادي أم لا زالت هناك تغييب كبير لكم؟ حقيقة ونشكر لكم على هذا اللقاء، وحقيقة أن الوضع الفني والثقافي داخل عدن ما زال من قبل الحرب. يمكن الحرب زينت الفرقة بيننا وبين أن نبدأ ونعمل مسرحيات ونكتب، لكن الوضع بشكل عام هامد. لا حياة لمن تنادي، ما فيش جهة الذي قادرة أن تتبنى أعمالنا، نشوف كل شيء ونسكت، ما عندنا القدرة على الحركة. فكل حتى الشباب الذي بدأوا يبدعوا وبدأوا يشتغلوا وبدأوا كانوا الفنسوم، يعني ما تقدرش تقدم مسرحية زي أول في هريكان ولا أي مكان. نعم. على الوضع فعلا. نعم. الوضع من الوضع أشياء كثيرة يعني. نعم. نعم. أستاذ هاشم ربما هي فرصة. نعم أستاذ هاشم ربما هي فرصة أن يكون معنا مدير عام مكتب الثقافة الأستاذ عبد الله باكدادة الآن، وهو مدير مكتب الثقافة في عدن، وأنت من أبناء عدن وفي عدن، يعني من وجهة نظرك ما هو الدور الذي ممكن على الأستاذ عبد الله أن يقوم به على الأقل في المرحلة الراهنة؟ طبعا الأستاذ عبد الله حبيب وصديق ومثقف وفنان فاهم الوضع العام اللي نحن. نعم. نعيشه، وحاول كثير مساعدتنا،
احنا نشي نقدم اعمال، نشي نقدم ابداعاتنا، بس اعتقد ان الوضع ماشي محش الان، يعني لا يمكن تقدم مسرحيه زي ما في مكان الوضع، لان خطر خطير جدا. يعني الان الوضع مش 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 مش, مش, مش مساعد. نعم. في شباب قدموا اعمال عبر الانترنت وعبر اشتغلوا. نعم. قدمنا عبر التلفزيون، قدمنا عبر، بس يظل الحياه العامه هنا لم يعني لم تنقلب الرؤيه فيها واضحه. نعم. طيب قدم اعمال، قدم. نعم. طيب استاذ هاشم، اذا تكرم بالبقاء معنا، ساعود بعوده اخيره فقط لصنعاء مع الدكتوره ناديه، الدكتوره ناديه الكوكباني. دكتوره ناديه، إذا ما عدنا لقيمة الدولة، لقيمة تواجد الدولة، هل شعر الآن الأدباء والفنانين ومن هم بالداخل بأن عندما تسقط الدولة أنها تسقط يعني معها كل الإبداع وكل الأدب وكل الفن؟ لأن هناك كما تعلمين هناك كثير من بعض الأدباء والفنانين أو شريحة على الأقل إلى حد ما هي ساندت الميليشيا في إسقاط الدولة، كيف تقرأين وتعلقين على هذه الجزئية؟ ربما سيكون لي رأي مخالف. تفضلي تفضلي دكتورة. قيمة الدولة تسقط بجيشها وبسياستها. نعم. وبمبدعيها أو بثقافتها إذا كان هناك أساس لهذه الثقافة. لكن نعم. ما أريد أن أقوله أن نعم. ما نحن فيها الآن من معاناة هو استمرار للفترة السابقة، وبالتالي نحن الأدباء لا نشعر بذلك الفارق الكبير بالنسبة لل لوجود الدولة. ربما كان في السابق، نعم دكتورة نادية، ربما كان في السابق على الأقل هامش تتحركون فيه، على الأقل لا زالت هناك يعني حتى ولو بعض الأشياء التي تذكركم ب أو تسمح لكم بالقيام بما تريدون. اسمح لي، نحن أيضا فيما يخص الشأن الثقافي. نعم. أتفق بأن هناك مضايقات على الحريات فيما يخص الشأن السياسي أو الشأن العسكري، لكن في الشأن الثقافي والأدبي إن أردنا أن نعزلهما، فالأدباء في اليمن كما أسلفت نادي القصة يمارس نشاطاته الأدبية. نعم. هناك إصدارات، الروائي وليد دماج أصدر رواية، القاصة انتصار السري أصدرت رواية، القاصة أسماء المصري. ما أريد أن أقوله بأنه لازلنا نحن الأدباء والمثقفين معتمدين على أنفسنا في نشق إبداعنا في الكتابة في المعاناة بعيدا عن دعم الدولة في السابق أو. نعم. في الوقت الحالي. نعم. الوقت الحالي لابد أن نفرق بين من يكتب سياسة وبين من يكتب أدب. نعم. طيب دكتورة، يعني سؤال أخير ربما نتلمس وضع الفنانين والأدباء، يعني أصبحت الحياة صعبة والمعيشة صعبة جدا، فضلا على الذين كان لديهم وظائف وفقدوها، كيف يعني الفنانون والمبدعون والأدباء في اليمن في ظل الأزمة وفي ظل السلطة، يعني إسقاط الدولة، سلطة الميليشيا تسيطر على كل مؤسسات الدولة، ما هي مصادر دخلهم؟ من أين يعني يحاولون تغطية نفقات حياتهم ومعيشتهم؟ أيضا أعود وأقول بأنه الأدباء لم يكن لهم مصدر دخل كبير من الدولة، مرتباتهم لازالت موجودة، رغم أن هناك في الفترة الأخيرة بدأنا نسمع عن نقص هذه الموارد بالنسبة لهم فيما يخص. نعم. وزارة الثقافة، وهذه أيضا ليس سببها المثقفين ولكن سببها السياسة. نعم. أنت مع من وأنت ضد من، فبالتالي هذا يؤثر على مصادر رزقهم ومصادر عيشهم، لكن ضنك العيش ليس الأدباء فقط من يعانون منه. نعم. ولكن الشعب اليمني برمته أصبح يعاني من ضنك العيش ومن الغلاء ومن عدم توفر المواد الأساسية ومن الحصار الخانق. نعم. ليس الأدباء فقط ولكن كل الشعب اليمني يعاني. نعم. الأكاديمية والروائية الدكتورة نادية الكوكباني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات عن ظروف الفن والإبداع في الوقت الراهن، وهي يعني تلخص المعاناة التي يعانيها الفنانون والأدباء في الداخل، نتابع هذه التصريحات. لكن الأديب الموجود عندنا واللي حادث الآن في هذا البلد هو معتمد على مصدر رزقه، إذا كان موظفا هناك مصدر رزق معين محدود بالكاد يكفي أسرته وعائلته، أما غير ذلك فليست هناك فرص متاحة للأديب بكي يعني يبدع أو ينتج. الأديب الآن يجري بعد لقمة العيش زي مواطن آخر، وليست هناك حتى أوقات فراغ أو هدنة في دماغه ومزاجه
كي يستطيع أن ينتج إبداعا حقيقيا ذا قيمة كبيرة. كما أن هناك تخلي كبير خصوصا في المرحلة الراهنة، لا توجد فرص كبيرة، لا مهرجانات، لا مؤتمرات شعرية، لا ندوات تحقق حتى تحقق على الأقل يومياته على الأقل أو شيء. في العالم كله هناك فرص تتاح للأديب إذا كان عنده مشروع أدبي، يفرغ لهذا المشروع ثم تمنح له منحة مالية معينة بحيث ينجز هذا المشروع أو الإبداع اللي يشتي ينتج إبداعيا. لكن ليست هناك فرص متاحة هكذا حقيقة. أقول لك إنه الأديب في هذا البلد يعني يعيش حالة سيئة للغاية معنويا وماديا، عكس حتى على المستوى النفسي. نحن لا يوجد معنا أي دعم مادي أو أي راتب أو أي حافز أو أي إكرامية تستلمها من جهات حكومة. فموضوعنا الأساسي إنه نحن لازم نكون نعمل اتحاد أو نقابة للفنانين التي هي تقوم بأعمالنا وتقوم يعني تقوم بدور هام للفنانين داخل عدن وداخل اليمن بشكل عام. الإنتاج الفني كذا يعيش حالة أكثر، ممكن تقول إنه تراجع أكثر من الإنتاج الأدبي والفني، لأن على الأقل الإنتاج الأدبي والفني موجودة تنشر في الصحف وتنشر في المواقع الإلكترونية وتنشر وموجودة على الدراج. لكن المسرح ما لم يعد هناك مسرح أو قاعة مسرح في اليمن، ولا قاعة والجمعيات أو الفرق الفنية الغنائية الشعبية والأهلية والرسمية انتقلت تكون اندثرت، ولو أنها بدأت الآن بعدين تتواجد وتتأسس من جديد بس بشكل دورها محدود جدا، لأنه إمكانية العمل الفني مضاعفة أصلا. بحاجة إلى مسرح، بحاجة إلى آلات موسيقية، بحاجة إلى عملية إخراج مسرحية، بحاجة إلى العمل المسرح نفسه، وحاجة إلى ممثلين. وتكاليف العمل الفني والمسرحي أكبر من تكاليف العمل الإبداعي. أعتقد أن من أهم الحلول المفترضة يعني من أجل رعاية جيدة للإبداع الأدبي أو الإبداع الفني عموما، هو أولا وجود الرعاية من الجهات المتعددة ذات القدرة على الرعاية، مثل الدولة أو قطاع الأعمال الخاص أو الأنشطة المشتركة، العلاقات المشتركة مع جهات داعمة يعني تزكي وتدعم بطريقة كافية لتحقيق معيشة ووضع اقتصادي أفضل. لأنما يواجهه المبدعون عموما لا علاقة له بالمعيشة، من حيث أنه يعني يشكل مردود يساعدهم على الاستمرار في أداء إبداع. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إذن من خلال التصريحات ربما هناك إهمال كبير بالنسبة للفنانين وشريحة الأدباء. أعود إلى عدن مع الفنان هاشم السيد. أستاذ هاشم، إذن الكثير ربما يشتكي عدم وجود دعم، عدم وجود اهتمام سواء سابقا أو حتى لاحقا. الآن إذن كيف تديرون شؤون حياتكم؟ من أين توفرون الاحتياجات التي تحتاجونها الضرورية على الأقل للاستمرار في توفير أدنى سبل الحياة؟ والله شوف، احنا موظفين، احنا يمكن انا من المحظوظين اللي كنت موظفين، في شباب طبعا مش موظفين يشتغلوا هكذا وهذا رزقهم. لكن القضيه ما هيش قضيه الفلوس الان، القضيه بلد لعدن مؤهله لكل شيء، جميله يعني فيها اشياء غريبه. اليوم احنا مش قادرين نعمل حاسوب صغير، مش قادرين نعمل ندوه صغيره، احنا كمان تقوطعنا قليل، ما قدرناش نلاحق الناس. بس تشتي خطة من المحافظة والثقافة والمبدعين كلهم يجلسوا. لماذا أستاذ هاشم؟ لماذا لم يستطيعوا إقامة مثل هكذا فعل؟ أستاذ هاشم، ربما الظرف الراهن أكثر يعني وقت، ربما لديكم مساحة أوسع، لديكم أفكار كثيرة لعمل أي أعمال فنية. إذن الأسباب التي تقف عائق أمامكم من تنفيذ مثل هكذا أعمال يعني تريدون إقامتها؟ أنا أعتقد الغياب التواصل، حلقات التواصل بيننا كمبدعين، بين إدارة الثقافة، بين اسمها المحافظة كممثلة للدولة، ده مش عمل مشترك بحيث ننضم جميعا ونجلس ونعمل شغل جميل للمحافظة. أعمال جميلة، ناسها طيبة، ممكن نقدم فيها أعمال، لكن الثقافة والفنون وهي أحوج حاجة الآن لعدن، المسرحية، الأغنية، الحفلة، المرسم، المعرض، الأصوات، كل هذه مسائل ممكن تنقل الناس من الحالة النفسية اللي عاشوها خلال العام هذا بعد الحرب وبعد.
لكن احنا تقدمنا تكلمنا مع قيادات المحافظه، لكن قيادات المحافظه اعتقد ان احنا مش اولويات يعني. نعم. كيف كانت نعم استاذ هاشم، كيف كانت مساندة الأدباء والفنانين في محافظة عدن للمقاومة الشعبية، لمساندة السلطة المحلية، لدعم تواجد الدولة يعني رسم كل الجرائم والدمار والخراب الذي أحدثته الميليشيا؟ هل كنتم حاضرين؟ هل وثقتم لهكذا أعمال ورافقتم طيلة تحرير محافظة عدن؟ طبعا احنا شاركنا في تحرير محافظة عدن، في توزيع الشباب، في شغل كثير يعني كثير. انا عارف كثير من المقاومين دخلوا خلاص، تخلوا عن ثقافتهم، تخلوا عن اخيرهم الناس يعيشوا امام ناس جايه تقتلهم. نعم. فكان الرد الفعل قوي وكان تلاحم جميل جدا، فالناس اشتغل موجودين الان، ففي تواصل مع الناس، مع اكثر. انا كنت اعرف ناس قليله قبل، الان نعم. اعرف ناس اكثر حتى من نعم. الشباب، والكل يبحث عن فنون، يبحث عن مسرح، يبحث عن شغل، شو يخرجوا من هذا العالم. يعني حتى التلفزيون انقطع، ما يعني مش عارف ايش نعم. فيه، لكن المسرح التواصل مش موجود. نعم. مش موجود، شو نعم. في خوف. اذا نحن نعم استاذ هاشم، نحن يعني بدورنا نضم صوتنا الى صوتكم، ونتمنى من السلطه المحليه، من الحكومه الشرعيه وهي الان متواجده في عدن، ان تعطيكم المساحه، ان يفتحوا خطوط تواصل من اجل اقامه الفعاليات، من اجل اقامه ما تريدون تقديمه في خلال الفتره المقبله لدعم السلطه، يعني اخراج الناس من جو الحرب والمعاناه التي كانوا فيها. شكرا جزيلا لك الاستاذ هاشم سيد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. نستقبل الان الفنان القدير من الرياض الاستاذ محمد الاذرعي. استاذ محمد مساء الخير، كل عام وأنت بألف خير وعافية. مساء النور، وكل عام وأنتم بخير، وقناة صنعاء وقناة بلقيس وقناة سهيل وقناة الفضائية كلهم بخير، وألف ألف شكر على الاتصال الرائع هذا. هذا يدل على أنكم فعلا مهتمين بالفنانين. يعني الظروف التي جعلت الفنان محمد الأذرعي يترك اليمن يترك ذمار يترك أحبابه ويغادر الوطن. يا أخي، أصبح العيشة في اليمن صعبة جدا بوجود الميليشيات، حيث أنهم في أول ما دخلوا خلاص تعطلت كل الأعمال سواء خاصة أو حكومية، وكل ما سواء إذا كانت الأعمال اللي هي الأساسية غير المسرح، غير الترفيه اللي هو المسرح أو الثقافة، هذه يعتبروها ترفيه. إذا كانت الأعمال الخاصة الأهم المهمة في اليمن اللي هي مثل التربية، مثل يعني المستشفيات، خلاص وقفت. ما بالك بالمسرح؟ المسرح لم يعد له دور نهائيا بوجود الميليشيات، ولن يعترفوا به، لن يعترفوا سوى بالزوامل. يا أخي، هناك إهمال متعمد، ما أعتقدش أنه إهمال عاد للفنانين، بجميع الفنانين الذين خرجوا من اليمن. نعم. هناك إهمال من الحكومة الشرعية، وهناك إهمال من الأحزاب، ولا في أي اهتمام، رغم أن الفنانين كان لهم دور كبير في ثورة 2011 وفي ثورة 16 سبتمبر وفي جميع الثورات لهم دور. الفنانين هم الذين يفعلون زخم رائع لأي ثورة، وهم الذين يوصلون الصوت الحق لجميع الناس بطريقة نعم. جميلة وهادفة، هم الذين يعكسون الواقع بطريقة رائعة، هم يعني لهم دور كبير في الثورات. ولكن هناك إهمال واضح ومتعمد وكبير، والأعمال التي نفعلها نحن هي بجهودنا الخاصة. نعم. لا يدعمنا لا حكومة ولا هم يحزن. نعم. 2011 كانت هناك يعني الكثير أطلق على ثورة ثورة فنية، لكثرة الأعمال التي قدمتموها، لكثرة يعني المسرحيات التي أقمتموها بالأناشيد الأغاني الشعبية التي الساخرة التي عرت النظام والفساد. الآن ربما الفنان يعني محمد الأذرعي والقليل من بعض الشباب الذين قاموا بهذه الأعمال اختفت، يعني لماذا لم يعني يحدث الآن؟ ربما الوطن يحتاجكم أكثر من 2011. أنا كلمتك أنه فيه إهمال، ما فيش دعم، نحتاج إلى دعم، لأنه يعني الفنان يحتاج إلى يعني جو يعني ملائم أنه يستطيع أنه يبدأ. أما أنه أنا فنان وخايف على ما أرسل لأسرتي فلوس، ما أرسل لأبي، ما أستر حتى حق إيجار، ما فيش يعني، صعب أنك تبدأ في هذا الجو. ومع ذلك بنحاول أن احنا نفعل أغاني، نحاول نفعل مسرح. المسرح تخيل إلى الآن، إذا قضلنا سنة أو سنة ونص ما قدرنا نفعل مسرحية، ما فيش دعم.
هل لديك تواصل مثلا استاذ محمد، هل لديكم تواصل مع وزاره الثقافه مع الحكومه بحكم تواجدك في الرياض قربك منهم؟ ما فيش نهائيا ولا باي تواصل ولا استطعنا نوصل لهم نهائيا. اذا لماذا هذه القطيعه؟ الا يدركون بقيمه الفن واثره في احداث تغيير كبير في المجتمع؟ لا يدركون بقيمه الفن نهائيا ويعتبرون انه يعني حاجه تحصل يعني من نفسها، ما اعتقد شيء انهم نعم. فاهمين ايش معنى الفن وايش معنى الدور الاعلام الفني يعني في الثورات نعم. او في هذه الاوقات بالذات. نعم استاذ محمد، اعتقد انهم فاهمين شيء. نعم استاذ محمد تكرم بالبقاء معنا. نشرك معنا ايضا معنا عبر السكايب من الرياض الاستاذ عبد الله باكداده مدير عام مكتب الثقافه في عدن، تاخرنا عليه قليلا معذره استاذ عبد الله. إذن ربما الكثير يشتكي أستاذ عبد الله لعدم اهتمام الوزارة، اهتمام الحكومة بهذه الشريحة، هناك إهمال كبير. كما تعلم الأستاذ محمد الأضرعي من أكثر الفنانين تواجدا وحضورا منذ 2011 إلى اليوم. إذن أين أنتم، أين هي الوزارة من الاهتمام بهذه الشريحة؟ هو أنا حقيقة أضم صوتي إلى كل ما قيل، باعتبار أن هناك تغييب، يعني إما أن السياسي لم يعي دور المثقف، وإما أن هناك خوف من هذا الدور. حقيقة الموضوع لا ندري كيف نفسره، بدليل أيضا أن هناك تحرك الآن، الحكومة موجودة في عدن بكل وزاراتها، ولكن هناك أيضا غياب لوزارة الثقافة، وهذا يستدعي يعني أن نعي دور المثقف ودور المبدع في هذه المرحلة وخلال المرحلة القادمة. القصيدة لا تقل أهمية على البندقية، والعمل الإبداعي يمكن له أن يخلق حالة من التوازن على مستوى المجتمع، ويمكن له أن يظهر تفاصيل كثيرة لربما غائبة على المجتمع الدولي. نعم. اليوم التركيز على الجانب الإعلامي هو تركيز واضح وكبير بمختلف أنواعه. نعم. ولكن يكاد أن يكون العمل الثقافي والعمل الإبداعي غائب. نعم. إما عن طريق المؤسسات العاملة، وإما أيضا عن طريق دعم ما يمكن يعني الاستفادة منه. اليوم عندما نجد هنا فقط يعني في الرياض في جدة، هناك كثير من الفنانين الذين خرجوا من صنعاء وموجودون، ولكن لا يتم أيضا الاستفادة من إمكانيات هؤلاء. نعم. عدن كما أسلفت في حديثك، عدن تعتبر الآن متحررة. نعم. وبالفعل هناك امكانيات مذهله وامكانيات كبيره. طيب استاذ عبد الله، نعم هناك سؤال، اذا سؤال مهم الان. الاستاذ هاشم السيد في عدن وينتظرون تواجدكم بفارغ الصبر، ما المانع من عودتكم الى عدن وفتح وزاره الثقافه من عدن وتدشين بعض الاعمال التي تشعر الادباء والفنانين انكم حاضرون وانكم مساندون لهم؟ والله انا اعتقد انه هذا هو المفروض يكون، يعني ان يبدا العمل المؤسسي من عدن في ظل هذه الظروف ما دام عدن مهيئة، وأن يكون هناك اهتمام بالعمل الثقافي. العمل الثقافي ليس مجرد حديث أخي العزيز. نعم. العمل الثقافي هي خطة آنية وخطة استراتيجية يتم العمل على أساسها. الخطة الثقافية تحتاج إلى خطة مالية، تحتاج إلى موازنات تدعم هذا العمل. العمل الثقافي ليس بالعمل الهين. نعم. لا يقل أهمية عن أي عمل. إذن القرار بيد من؟ القرار بيد من؟ نعم أستاذ عبد الله، القرار بيد من لعودتكم ويعني عودة الوزارة إلى عدن ومباشرة مهامها وعملها؟ والله أعتقد أنه بيد الحكومة، هذا لا يحتاج إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى مجهر لكي نستطيع أن نشخص هذا الموضوع. نعم. القرار هو قرار حكومي وقرار دولة أن يكون هناك دور للعمل الثقافي، وبالتالي أن يكون هناك دعم. نعم. لهذا الجانب، ويكون والاستفادة من مختلف المبدعين الموجودين يعني في محافظات مختلفة، سواء يعني كان في داخل البلد أو في خارجه. نعم أستاذ عبد الله، ربما أنت الآن يعني من أكثر الشخصيات الآن المقربة في وزارة الثقافة وأنت الآن في الرياض، لا توجد هناك نية مثلا من قبل الحكومة بأن تعودوا بأن تمارسوا مهامكم؟ والله إلى الآن لم تكن هناك خطوة عملية على الإطلاق. على الإطلاق. نعم. طيب استاذ عبد الله تكرم، ليست هناك خطوه عمليه. ايوه. نعم. ليست هناك خطوه عمليه. نعم. تكرم بالبقاء معي استاذ عبد الله وايضا الفنان القدير محمد الاضرعي. سنذهب الان لمتابعه هذه الماده، عدها الزميل ودي عطا، يعني ماده معلوماتيه عن حال الادب والفن والمضايقات التي تعرضتم لها، ونتابع هذه الماده ومن ثم نعود.
حياكم الله عودة أخيرة مشاهدينا الكرام. أنضم إلينا أيضا الآن العازف محمد الهجري، هو الآن في القاهرة. ربما في محورنا الأخير لم يبقى إلا يعني دقائق بسيطة سنختم بها. محمد الهجري تفضل، أهلا بك معنا. ربما معاناتكم كبيرة جدا، الظروف أجبرتكم على مغادرة الوطن، كيف يعني تقضون أعمالكم حياتكم بعد أن غادرتم الوطن؟ محمد الهجري، سعد الله مساكم. ايوه معك. مساء الخير. والله مساء الخير. نعم محمد تفضل. الو. نعم محمد تفضل، يعني ضعنا أيوة بصوره واقعكم بعد ان غادرتم الوطن. نعم طبعا الظروف طبعا هي اجبرت جميع الناس على السفر الى خارج اليمن بسبب الوضع الموجود حاليا. نعم. طبعا هناك هجره كثيره للفنانين، اكثرهم هجروا الى الخليج، الى السعوديه والى البحرين والى جده. نعم. لانه انت عارف انه في اليمن نجر الوحيد يعني. نعم. الفنان هو العراق. نعم. وبسبب الوضع الحالي يعني صارت هناك يعني خاصه مع وجود الميليشيات و نعم الاعلام الان. نعم. صار الفنان يعيش يعني حاله من القلق والتوتر. نعم محمد الهجري. نعم أخي محمد، كنا نتمنى أن تكون معنا من بداية الحلقة لكن لضيق الوقت، احنا نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله أنت وزملائك الفنانين المبدعين وأن تكون تهيئ لكم ظروف في الوطن، تمارسون أعمالكم بنفس الحرية بنفس الحماس بنفس الإبداع التي كنتم يعني تقدمونه لما كنتم في الداخل. شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة أيضا للفنان القدير محمد الأضرعي. أستاذ محمد، إذا في الأخير كلمتك يعني للحكومة للمعنيين لمن تحب تفضل. أنا أقول أن الفنانين ليسوا يعني أقل أهمية من الجبهة القتالية، نحن سنصل بقولنا بفكرتنا بأغنيتنا، سأصل إلى داخل كهف مران بأغنيتي ولا أحتاج إلى، ففقط اهتموا بالفنانين، اهتموا بالشعراء، اهتموا بال يعني الناس القادرين على إيصال الكلمة إلى كل مكان، الفن هو جزء لا يتجزأ من المعركة هذه معركة اليمن، ونحن من سيصل إلى داخل كهف مران بدون حتى طيران، بدون حتى سلاح، بدون شيء، أنا أستطيع أن أدخل إلى عقول الحوثيين نفسهم. نعم. يجب أن تهتموا بالفنانين. أشكرك جزيل الشكر الفنان القدير فنان الشعب الأستاذ محمد الأضرعي. بالتأكيد لديك حضور طاغي وكبير جدا وقبول في المجتمع، وفعلا برسالة الفن يعني أن تغير ما لم تحدثه البندقية. شكرا جزيلا لك الفنان القدير محمد الأضرعي. عودة أخيرة أيضا لأستاذنا القدير عبد الله باكلادا مدير مكتب الثقافة في عدن. أستاذ عبد الله أيضا أنت كلمتك الأخيرة، ربما الكثير يشتكي الجميع يشتكي، لكن الآن نبغى منك كلمة ورسالة أخيرة للفن والفنانين بالصمود بالاستمرارية مهما كانت الظروف. تفضل أخي العزيز. أولا يعني أوجه شكري وتقديري لهذا البرنامج على طرقه موضوعا مهما يعني هو الملف الثقافي، وأتمنى عليكم ألا يقف هذا الموضوع على هذه الحلقة فقط، لأن الموضوع يحتاج إلى إثارة يعني حلقات مختلفة وطرق مواضيع مختلفة في هذا الاتجاه. نعم. الكلمة للحكومة أقولها يعني رغم العبء الكبير الملقى على عاتقها ولربما أكثر ما يتمثل هو باحتياجات الناس اليومية. نعم. كالماء والكهرباء والغاز. نعم. ولكن أيضا العمل الثقافي العمل الإبداعي لابد أن يعطوه اهتمام. نعم سيد عبد الله. نعم لابد أن يعطوه اهتمام وأن يدعموكم. بس لضيق الوقت أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب الثقافة من عدن، ونحن إن شاء الله نعدك بأن لن تكون الحلقة الأخيرة وستكون لك حلقات كثيرة. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين، حتى الملتقى إن شاء الله بحلقات جديدة. الشكر للفنان القدير محمد الأضرعي، الشكر لمدير مكتب الثقافة الأستاذ عبد الله باكدادة، الشكر للدكتورة نادية الكوكباني الروائية والأكاديمية من صنعاء كانت معنا، الشكر أيضا للممثل هاشم السيد، كما هو أيضا لعازف العود والفنان محمد الهجري. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا خالص تحايا معدة هذه الحلقة زميل ودي عطا، منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، كما يلكم من المخرج محمود فهمي. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.